غيره. سيداتي سادتي، نقدم لكم الآن المونولوجيست خفيف الروح الأستاذ جميز. يا اخواتي مراتي نسايا وحكايتي وياها حكاية، ذاكرتها ضعيفة للغاية مش فاكرة انها عايشة معايا. مراتي نسايا، فكروها فكروها فكروها. مواعيد الخياطة ببالها فاكراها باليوم والساعة، باقي حاجة مهمة ورايحة لها زي اللي يكون عنده إذاعة، والباقي مالهمش أهمية مش فاكرة. أسألها في جوابات ليا مش فاكرة، ايه الدهرية مش فاكرة، ذاكرتها ضعيفة للغاية مش فاكرة انها عايشة معايا. مراتي نسايا، فكروها فكروها فكروها. ان كان منكير وان كان روز وكوافير مش ممكن تنساهم، والسينما ونمرة اللوز حطاهم صم وعرفاهم. اما انا قمصاني مكوية مش فاكرة، طب هلبس ايه الصبحية مش فاكرة، تكونيش اتجوزت عليا يا اختي مش فاكرة، ذاكرتها ضعيفة للغاية مش فاكرة انها عايشة معايا. مراتي نسايا، فكروها فكروها فكروها. حضرتك شربت 8؟ قلت 10. يبقى الحساب 3. 3 جنيه. طيب متشكر قوي. ادي الحساب وخد الباقي علشانك. ميرسي يا رسام. من فضلك، هو فين باب المسرح؟ على الشمال يا سلام. مع الشكر.